لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. Oh.
قصه مؤمن ال فرعون، ذلك الرجل الصالح الذي كان من القبط، والقبط كما ذكرنا سكان مصر قبل الاسلام، وكان من بطانه فرعون. فلما علم انهم قد ائتمروا واجتمعوا وتواطؤوا على قتل موسى عليه السلام، فعندئذ صرع بكلمة الحق ودعاهم إلى الله عز وجل بأحسن دعوة وأحسن جدال، برفق ودين وحجة وحسن خطاب، حتى جعل فرعون يشغب على نصحه ويحاول أن يصرف قومه عن دعوته. وهذه طبيعة الحق كما فعل ذلك مع موسى عليه السلام، كذلك يفعل مع رجل من أتباع موسى، ليس نبيا ولا رسولا، إنما رجل آمن بالله سبحانه وتعالى واتبع نبي الله موسى عليه السلام. فالقوة هنا التي يتكلم بها مؤمن آل فرعون قوة مستمدة من المنهج، قوة مستمدة من المنهج والحق. فالذي أتى به موسى هو وحي، وهو رسالة من الله عز وجل، مؤيد من الله، سنده هو الله. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، الأعلى سندا والأعلى حجة عليه السلام. فكذلك الحق قوي في نفسك، لو تكلم به صغير القوم أو تكلم به من لا يؤمن به فإن الله عز وجل ينصره به ويظهره به أنه حق. فانظر رجل مؤمن من آل فرعون يدعو قومه بهذه الدعوة العظيمة، فنجد فرعون مشرك. فمرة قال لهم ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وسنرى أيضا في الآيات التي تلوناها كيف شغب على دعوة هذا الرجل الصالح. قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. حاول بأي شكل أن يصرف قومه عن كلمة الحق وعن دعوة هذا الرجل الصالح، التي إن تفكروا فيها وجدوا أنها دعوة صادقة ودعوة صحيحة لا يرفضها العقل الصريح الذكي. فيقول لهم بعد أن ذكر لهم أن الملك اليوم لهم في الأرض، أنهم ظاهرين لهم النصر والعلو، فيخاف عليهم إن جاء بأس الله ونزل عذاب، فمن ينصرهم من هذا البأس إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم ومحاربتهم لموسى عليه السلام. فقال فرعون لعنه الله ما أريكم إلا ما أرى. فالرأي رأيي وأنا الذي أريكم الرأي، وما أقول هو الصواب وهو الصحيح وهو كاذب في ذلك، مدلس على قومه، غاش برعيته، لأن موسى عليه السلام هو الصادق وأما هو فهو الكاذب. ولذلك أضل فرعون قومه كما قال الله: وأضل فرعون قومه وما هدى. وقال عياذا بالله:
الورد الموعود. يقول الرجل الصالح وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يخوفهم عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا يخوفهم العذاب الذي نزل بالأمم المكذبة. يوم الأحزاب أي الذين تحزبوا على رسولهم. الأحزاب أن تحزب وتجمع على رسولهم ليقتلوه ويكذبوه، فيخوفهم من ذلك اليوم. ما مصير الأمم المكذبة؟ عذبهم الله وأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. مثل دأب قوم نوح لما كذب قوم نوح نوحا ماذا فعل الله بهم؟ عذبهم واستأصرهم عياذا بالله وأخذهم الطوفان. وعاد لما كذبوا رسولهم هودا ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز النخل المنقعر. ما بقي منهم أحد. كذلك ثمود لما كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام أخذهم الله عز وجل بالصيحة فماتوا جميعا. والذين من بعدهم أي ممن هو على شاكلتهم من الأمم المكذبة استأصرهم الله عز وجل بالعذاب. فالعذاب كان سبب التكذيب. فالأمم المكذبة عذبها الله واستأصرهم وجعلهم آية للناس فيحذرهم من هذا المصير. وما الله يريد ظلما للعباد، أي الله تعالى لا يعذب قوما بدون ذنب ولا بدون سبب منهم، بل هم الظالمون لأنفسهم. فالله تعالى تنزه عن الظلم. وما ربك بظلام للعبيد، لا ينسب إليه ظلم سبحانه وتعالى، إنما هم الذين استحقوا العذاب لتكذيبهم. لما كذبوا رسلهم حاربوهم وصدوا عن سبيل الله، بل ومنهم من سعى بقتله، لذلك أخذهم الله عز وجل بذنوبهم. الذنوب سبب كل شر، كل وباء. الذنوب شؤم على أصحابها، عاقبتها وخيمة عياذا بالله على البلاد والعباد. فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وقد كان عذاب الاستئصال هذا للأمم قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن والكافر. رحمة للكافر أنه إن كذب وكفر فإنه لا يعذب عذاب استئصال، وإنما يؤخر إلى يوم القيامة. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الرحمة التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم لمين؟ للعالمين. رحمة المؤمن هذه معروفة، رحمة الكافر كيف؟ أن الله لا يستأصله، لا يعذبه عذاب
الاستئصال إن على كفري وتكذيبي إنما يؤخره إلى يوم القيامة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنات، يعني يوم القيامة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنات، خوفهم العذاب في الدنيا إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم، وخوفهم عذاب يوم القيامة وعذاب الآخرة أشد وأبقى يا ذنب الناس. فيقول: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، هذا اسم من أسماء يوم القيامة، من المناداة. فيوم القيامة ينادي أهل الجنة على أهل النار، وينادي أهل النار على أهل الجنة، وينادي أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار. وكذا أيضا تحدث مناداة لأهل النار وأهل الجنة بعد أن يدخلون، فيقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون. فإذا بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيوم القيامة تحدث المناداة كما ذكرنا يوم التنات من المناداة. وفي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: يوم التناد، بتشديد الدال، بتشديد الدال، من الفعل ندى، من الفعل ندى، هدى عن هرب، ندى عن هرب، فرق. يوم التناد، فأهل النار يوم التناد، لأنه يوم هرب وفرار، عياذا بالله. لذلك يقول بعدها، يقول سبحانه: يوم تولون مدبرين. يوم فرار وهرب، نسأل الله العافية. يوم يفر المرء من أخيه وأمه أبيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر، كله بيفر من التاني، كل يقول نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي. بل يؤتى بالرجل ويقال: من كان له حق عند فلان فليأتي. حتى الزوجة تتمنى لو كان لها حق عند زوجها، وكذلك الابن يتمنى لو كان له شيء عند أبيه، كل يتمنى حسن. من هول اليوم، من شدة الحرب، نسأل الله العافية، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، يعني ليس هناك عاصم يعصمكم، ولا ناصر ينصركم من عذاب الله، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الذي يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق خلقه والأمر أمره، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى عز وجل. ومن يضلل الله فما له من هاد. لذلك على العبد أن يسأل الله الهداية، وأن يحذر من الضلال. ومن طرقه ووسائله: ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي يوسف
عليه السلام كان عزيزا في مصر وزيرا، وكان قبل موسى عليه السلام ودعا القبط أي سكان مصر قبل الإسلام، دعاهم إلى الإسلام يوسف عليه السلام. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، جاءكم أيضا بالبينات من ربكم ودعاكم إلى توحيد الله، قال لكم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فما كان منكم إلا ماذا، فما زلتم في شك مما جاءكم به. يعني من آمن بي ومن اتبعه طمعا في جاهه وسلطانه، كان وزيرا، كان عزيز مصر، كان قائما على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، فمن آمن منه وقتئذ على شك وريب فبسبب جاهه وملكه، فما زلتم في شك مما جاءكم به. ونلاحظ هنا أن الخطاب جاء بضمير المخاطب، لم يأتي بضمير الغائب، مع أن القوم الذين أرسل إليهم يوسف عليه السلام وغير القوم الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام منهم زمن، دول قبط أو دول قبط بس منهم زمن. طب لماذا خاطبهم الله بضمير المخاطب؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال فما زلتم، ولم يقل فما زالوا في شك منه، هذا خطاب لأمة سبقت، إنما خاطبهم بضمير المخاطب فما زلتم، لرضائهم بطريقتهم ولأنهم على طريقتهم ودينهم. كانوا يعبدون الأصنام وهو أنتم تعبدون الأصنام، أنتم في ضلال وهم كانوا في ضلال، فلما سرتم على طريقتهم كنتم مثلهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شبه الأمة الواحدة بالنفس الواحدة، قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، هو الإنسان هيعرف نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني قد تكون قتل الإنسان لنفسه، وهذا قول في التفسير في القول الآخر ولا يقتل بعضكم بعضا. فلماذا يقول الله عز وجل أنفسكم؟ لأن أهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا هو شأن أهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة. فلذلك بين المسلمين موالاة إيمانية لا تعرف حدودا مزيفة كالحدود التي وضعها الإنجليز والفرنسيين المعروفة بمعاهدة سايكس بيكو التي فرقت بلاد المسلمين، ولا تعرف فرقا بين مسلم ومسلم بسبب اللون أو اللغة أو العرق أو غير ذلك، إنما المسلمون أمة واحدة يعبدون ربا واحدا، رسولهم واحد ودينهم واحد وربهم واحد، بل ولغتهم أيضا واحدة وهي اللغة العربية التي شرفهم الله تعالى بها. فينبغي أن تكون الموالاة الإيمانية هي التي بينهم، والموالاة الإيمانية هذه فرض وواجب أوجبه الله تعالى، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن أخو المؤمن بعيدا عن جنسيته وبعيدا عن لونه وبعيدا عن لغته، فوطن المسلم وطن ماسة هو الإسلام، هو الإسلام. وينبغي على المسلمين أن يكون شعورهم كالجسد الواحد،
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السائر والكل. ومصاب المسلمين في كل مكان جدل وعظيم، والمؤمن يتألم لما يصيب أخاه المسلم في أي بقعة من بقاع الأرض. وكذا أيضا ينبغي أن يتفاعل المسلم مع أخيه لمصاب أخيه المسلم. يعني أصيب هنا في رأس غارب وسوهاج وقينا وغيرها السيول المدمرة، حتى أن هناك من قتل من جراء هذه السيول، وهناك من خرب بيته، وهناك من يعيش في العراء، وهناك مما يحدث في رأس الغارب خصوصا في أماكن من سوهاج وقنا، ونسأل الله السلام والعافية. فينبغي للمسلمين أن يتفاعلوا مع هذا الحدث، ينبغي للمسلمين أن يسعى بعضهم على بعض. لا يصح في الإسلام الأنانية، ولا يصح في الإسلام أن يعيش الإنسان لنفسه، وإنما وجب ويجب أن يتفاعل المسلم لمصاب أخيه المسلم. لذلك ينبغي أن نسعى وأن نتفاعل. هناك حملة لجمع التبرعات العينية من بطاطين وأدوية وغير ذلك، وتوصل إن شاء الله لإخواننا المسلمين ولأهل رأس الغارب وغيرهم. فينبغي المسلم أن يشعر لأخيه المسلم، فما زلتم في شك مما جاءكم به، الضمير المخاطب هنا كما ذكرنا أنهم راضون بما كانوا يفعلون، ولأنهم على دينهم، زي الآيات اللي خاطبت اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الخطاب في القرآن إذا ذكر الله قصة أصحاب السبت، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى من أصحاب موسى عليه السلام وغير ذلك، تجد الخطاب يتوجه لضمير المخاطب. مخاطب الخطاب ليهود المدينة، مع أنهم ليسوا هم الذين أخلوا في السبت، مع أنهم ليسوا هم الذين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وغير ذلك. فلماذا؟ لأنهم كانوا راضين بفعلهم، ولأنهم على طريقتهم وسنتهم ماضون وماضون. فعندئذ توجه لهم الخطاب لنومية المخاطب، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، أي مات يوسف عليه السلام، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذا إيمانهم كان عن شك، وإيمانهم كان عن ريب. لذلك لما مات يوسف عليه السلام قالوا لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ده من أسباب الضلال، ارتياب الشك، أن الإنسان يكون في قلبه مرض نفاق وشك وريب مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في قلبه شك مما وعد الله تعالى به. فهذا عياذا بالله سبحانه وتعالى يعني يكون الضلال إليه أقرب. وأن يسرف الإنسان على نفسه، يسرف على نفسه بالمعاصي والبغي والعدوان، هذا أيضا كله من أسباب الضلال. أسباب كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى كما ضل هؤلاء من بعد يوسف عليه السلام، كذلك يضل من هو مسرف مرتاب. وكذلك هذا المسرف المرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. السلطان إيه؟ الحجة، البرهان،
والسلطان يكون كتاب أنزل. يعني عشان أجاب في آيات الله يبقى آية بآية، آية بآية، لكن لا يكون ذلك بالهوى ولا بالعقل، إنما يكون بآية. يعني لما تيجي مثلا تستدل علي بآية، أستدل عليك بآية أخرى، ممكن تستدل علي بآية متشابهة، فأستدل أنا بآية محكمة. إن ردت المتشابهة إلى المحكمة اتسق الأمر. من الممكن أن تستدل علي بآيات مطلقة، حكم فيها مطلق، فأستدل أنا لك بآية مقيدة لهذا المطلق، أو يكون بنص من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده الجدال المشروع. لكن هذا يجادل في آيات الله بغير سلطان أمامه، كما يحدث عياذا بالله من الفرق الضالة النارية من هذه الأمة، زي الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة عياذا بالله جادلوا في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير كتاب. إيه الدليل اللي معاك؟ أدلة كلها عقلية وضعوها من عند أنفسهم، فإن وجدوا الكتاب يخالف هذه الأصول العقلية أول نص أو فوضوه، ويقولون كل نص يخالف هذه القاعدة العقلية يجب تأويله أو تفويضه، ولذلك نفوا أسماء الله ونفوا صفاته، هؤلاء الجهمية. هناك من نفى الصفة دون الاسم المعتزلة، مثلا الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فهذا يتضمن صفة الرحمة، يقولون لا، نثبت الاسم فقط دون الصفة، يعني ربنا رحمن لكن بدون رحمة. الجهمية نفوا الأسماء والصفات. طيب ما الدليل عندكم؟ ايه الدليل؟ هتقولي دليل من القرآن على الكلام اللي بتقولوه، أن القرآن يقول طاق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا دليل على إثبات أسماء ذات الحسنى. ويقول الله وكان الله سميعا بصيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.